افتتح مجلس الشيوخ دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول. يأتي ذلك فيما أعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن تهنئتهم للمجلس على افتتاح دور الانعقاد الرابع، متمنين مواصلة المجلس لمسيرته الناجحة. افتتح مجلس الشيوخ دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 409 لسنة 2023 بدعوة المجلس للانعقاد. وفي كلمته التي ألقاها وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة، تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بأسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس السيسي على كل ما قدمه لمصرنا الحبيبة ووضعها في مكانها المتقدم بين الدول إقليميا وعالميا. نفتتح اليوم دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول بعد صدور قرار فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة المجلس للانعقاد، وأغتنم هذه الفرصة لأرفع إلى فخامته باسمه جميعا أسمى آيات الشكر والتقدير على ما قدمه لمصرنا الحبيبة. هذا وأعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن تهنئتهم للمجلس على افتتاح دور الانعقاد الرابع، متقدمين بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى 50 لحرب أكتوبر المجيدة. هذه الفرصة قدم التهنئة لسيد رئيس المجلس وأمانة المجلس والسادة الزملاء أعضاء مجلس الشيوخ بالكامل على بدء الدور الرابع، متمنين لهم التوفيق بإذن الله واستكمال مسيرة الثلاث سنين السابقة. جزات المجلس في الثلاث دور انعقاد الماضية كانت بارزة جدا، في مشروعات قوانين، في مشروعات حياتية، في طلبات المناقشة. تهنئة للشعب المصري كله باحتفالات أكتوبر اللي بيعدي عليها 50 سنة، الاحتفالات اللي جوه كل واحد في الشعب المصري، حرب أكتوبر اللي رفعت رأسنا كلنا ورجعت معنوياتنا كلها. ودعت رئاسة مجلس الشيوخ لعرض قوائم تشكيل اللجان النوعية على المجلس في صورتها النهائية، وذلك خلال جلسته المقبلة غدا الأربعاء.